تبعوني بالخطوات. بسم الله. هذا طاجين الشوا تاعي. فوالا طاجين مشوي ورانا مع الدغيساج. عندي هنايا اون كويس درتو درت بالدجاج، طيبتو بالدجاج وباللحم. فوالا هذا الكويسين نحطوه هكذايا. اوتخو ثوازيام كانديدا يحيى لو بلا برينسيبال، درنا طاجين مشوي بالدجاج واللحم بقري. كذا لحم بقري باسكو ما يحبش الخروف. فوالا تري بيان سي سا. هكذا راح يكون مجان سليح. فوالا هكذا راح يجي. عندي لي بولات فيون داشي، لا فيون داشي. الوقت ما بقاش بزاف وراو يدريسي بالحنانه، ان شاء الله يكفيه الوقت. نديرو غير خمس كعيبات. لاصوص راهي عقده شابه. فوالا هكذايا. دوكا الفيون داشي تاعنا كيفاش نديرو لها الحباب؟ نحكمو الكعبه هذه هكذا، نحطوها هنايا، ندخلو فيها هذا هكذا. فوالا ما نكذبش عليك، هاد الدريساج تاع القصب داخل الفيون داشي جامي تلاقيت بها، وهاد لاسيات لتو الموند ولا الواحد برك. دوكا قبل لا نحط لي غارنيتور تاعي نحط لاصوص. فوالا تبعوني، خلطها بيان. هنا لا دوزيام بلا هذا ما يحبش لاصوص بزاف، جوست هكذا نزيدوها شويه برك. سي بيان باش تبان تري بيان. دركا نوليو لا غارنيتور تاعنا. فوالا عندي زيتون افيلي غير هكذا ان بو برك، نرميهم من فوقها. سي بيان. عندي سيترون، انا سيترون تاعي كل واحد كيحب يحطو، انا درتو غارنيتو هكذا نحطها. هاي بدات تلف ليا، واش بيه السيترون داخل الفيلي؟ والله ما نكذب عليك. وعندي شويه تاع المعدنوس نحطوها هنايا. البنة تجيب لا مزيتها، 5 كيلو لحم في طبق واحد، طبق تاع اسبوع هذا. بطبيعة الحال البلا تاعي هنا راه واجد.